Comment tu vas? Le temps m'a paru très هاي اللي بتخوني معها؟ يا بنت الحلال انت اقعد مكانك بس لو سمحتي انت ما دخلك اسكتي وانت يا قليل الذوق وايت بوكا بستاربكس اي نعم تستحقين اكثر اوه شكرا ذوقك بيض ايه البيض سلام عليكم الو هلا بيبي هلا حبيبي هلا روحي هلا والله ماشي يا انس حبي بديت اليانس انا بيبي والله اشتقت لك بطلي الكلام شوي بيبي استحي يلا عاد بيبي اوكي ببطل بس بشرط شو؟ قوم ارقص لي يلا عاد حبي لا تستهبلين والله ترقص لي والله ببطل الكلام بيبي شو تسوي؟ حب عن بعد حب عن بعد ابو محمد هلا انت تحبني؟ ايه تموت فيني؟ ايه زين ممكن تعطيني تليفونك شوي؟ من تليفوني؟ سجل عندك 1692 هذا الباسورد ايه الباسورد اوكي وحطيت ساعتين انستغرام ما في شيء سناب شات بعد ما في شيء حتى الواتساب ما في شيء الله انا وايد احبك يا ابو محمد عارف انت ما تخوني عمرك ما سويت شيء براشد هلا والله بيبي ابو حمود حبيبي وينك متكلمني في الواتساب زعلانه انا عليك والله اني متولها عليك يا بيبي انت حلال طيب طيب ما بشوف رجعت وياك مره ثانيه فهمت ولا لا والله العظيم لا تندمين وبتشتاقيني تاكسي اي تاكسي البحر هو اللي قرر حبنا ما احبك احبك ما احبك اسف شو تسوي تشوف تشوف ودي يطلع يوم بلا حر خلاص انت وينك؟ برا البيت ويا احمد انا كم مرة قايلت لك ما تطلع وياه؟ اوكي سوري تنزل احمد وترد البيت الحين وين تهدي شوي؟ قلت لك ترجع البيت الحين ولا تراك ما بتحصل مني بوسة اوكي 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 يلا باي يلا باي احمد لازم اروح الدوام ضروري يعني؟ ضروري يلا حبيبي توكل على الله بس اقولك خلود لا تنسى تلحق على البوسه يا كذاب يا كذاب يا كذاب سعد احمد سعد احس بفارق الحياه احمد لا تقول شيء سعد احس هذه نهايتي يا سعد
احمد انسى موضوعها خلاص. البنت اللي احبها، البنت اللي احبها انخطبت يا سام. لا 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 جات. بالله عليك طرش يا الله يخليك. طلع صحيح يعني شافت الفيديو؟ هذه قاعد تسجل. شغل فويس. حرام عليكم ردوه، خلاص ما بتزوجها. ايش تبغى فيني؟ ايش تبغى فيني؟ هدني دخيلك. انت ما عندك خوات؟ خاليه هدني. بدك تشار يمين، تعال وياي. لا توهقني والله، اصير وياك جايت انك يا رب ما ادعم. اوه ليش الواسطه؟ هلا خلود. هلا احمد وينك؟ ومودي الوالدة الجمعية. وانت وينك؟ انا طالب عدوية لها. خلاص خلود تلاقى باكر ان شاء الله. يلا ان شاء الله بينا حبيبي. حبيبي هلا. تفضل اخوي تفضل. سلام سلام. تحبوا تدفعوا كل واحد لحاله ولا سوا؟ لا ما بدفع. كل واحد سبريت افضل لحاله. الو عبود حبيبي، خمس دقايق وأكون عندك. أنا مدري وش اللي صار، بغيت أواجه أيامي، وقفتي غصب في دربي وأخذتي صورة لأحلامي. أنا اللي حاير بدنياي، غبي ما أشوف قدامي، مع أني شفتك البارح ولكن شاحت قدامي. لا إله إلا الله اللي خربون علينا القيام. الو الو عبد الرحمن. ها احمد. هلا الغالي حبيبي، انا جاينا كاف الدرب. اترياك اترياك في البيت. يلا يلا تعال. يلا يلا حبيبي يعطيك العافيه. او باي جان كساي حبيبي، يريد غسل السياره شويه. وهذا تاير واحد تسوي بولش، وهذا بعد بولش. ها شكرا. ايوه دقيقه، هذا 10 مشاركه. اوه وصلت. شو يا ريدري وركب فله يا ريدري. ترى هذا الوالد. سوي بولش مضبوط ها، بعدين سوي سيارة مال ماما ها. الله العظيم. اوه محمد 10 درهم مال انت. طبعا اليوم يا جماعة الخير اول جلسة علاج نفساني، وهي اهم جلسة يا شباب. نبتدي باخونا صقر. صقر اختار لي رقم ما بين 1 إلى 10. واحد إلى عشرة. وغمض عينك. إن شاء الله. اخترت؟ اخترت. كم الرقم؟ 8. أنت ليش تضرب بيعي؟ أنا قاعد أحاول أني أطلع الطاقة السلبية اللاواعي اللي فيكم أنتم. ريح حبيبي، خذ نفس. اختار لي رقم ما بين 1 إلى 13. اخترت؟ كم الرقم؟ أنت قاعد تضربني صدق؟ أنا قاعد أحاول أن شوف أحيان. هذا كم؟ 2. هذا كم؟ أنت قاعد تستهبل علي. أنا ما قاعد أستهبل عليك، أنا حاب أكتشف ذاتك عشان أطهرك من النفسية الوسخة. شو أفضل؟ أنت الوسخة أصلاً، أنت تضربني وتضرب ربيعي. شو أفضل لون بالنسبة لك؟ أسود. غمض عينك
غمض عينك. غمضت عينك؟ غمضت. انت فاتح عينك. اغمض عيني؟ انت بتضربني صدق؟ ما راح اضربك. غمض عينك. غمضت. شو افضل لون بالنسبة لك انت؟ اسود. فكر فيها، اللون الاسود نفس اللون الابيض؟ يختلفون عن بعض. عد من 1 لـ 13 وانت مغمض عينك. ما بغمض. غمض عينك واختار رقم ما بين 1 لـ 13. غمض عينك حبيبي. شش، ريح معي، ريح. اختار رقم. غمض. 4. وكذي يا جماعة الخير خلصنا جلسة أول علاج نفساني. يعطيكم العافية. كان معاكم أخوكم الدكتور أحمد للعلاج النفساني. اختر رقم ما بين 1 إلى 10. اخترت